أنوار المدينة شمس الله. إن شاء الله نويت الحج السنة دي، اخترت شركة سان رايز وهتعرف كمان شوية اخترتها لي. ولو عاوز تحج أو تعمل عمرة أنصحك تكمل الفيديو معايا للآخر، لأن جايب لكم مفاجأة كبيرة جدا. المكان اللي احنا فيه ده عمره 30 سنة، من أقوى شركات السياحة في الوطن العربي، مش بس موجودين في مصر ولكن في الإمارات والكويت وقطر. واتبسطت قوي إن هم بيعملوا رحلات عمرة للمدارس، ومش بس بيعملوا عمرة ولكن بياخدوهم مربط خيول عربية أصيلة في الطائف عشان يركبوا خيل، وبرامج ثقافية ودينية وترفيهية. كمان هنعرف كل المعلومات اللي تحب تعرفها عن الحج. تعالوا نبتدي. شركة سان رايز مالكها الأستاذ حسين مصطفى من 30 سنة اعتبر، فتحنا هناك في الإمارات باسم أنوار المدينة، ونفس الكلام في قطر والكويت فتحناهم باسم أنوار المدينة. احنا بنقدم بيها خدمة للمصريين المغتربين في دول الخليج. سان رايز عمرة وحج وسياحة داخلية وسياحة خارجية، نقل سياحي للأفواج السياحية اللي بتجينا من بره مصر على أعلى مستوى. المصريين المقيمين في دول الخليج أو في العالم عموما مش من حقه إنه يطلع حج تبع الدولة اللي هو فيها، لأن الضوابط السعودية بتمنع طلوع أي مواطن إلا من بلده، إلا من الكوتا بتاع بلده. السعودية بتوزع كوتا لكل دول العالم بعدد تأشيرات معينة لكل بلد. إحنا بنقدم خدمة بفضل الله كنا السابقين ليها وكنا الأوائل فيها، إن إحنا بقالنا 10 سنين بنطلع كل المواطنين اللي في دول الخليج، بنطلعهم الحج عن طريق شركة سان رايز. بيتواصل معانا من هو موجود في مكانه، احنا بنوفر له كل الخدمة، بنخلص له التأشيرة، بنخلص له الطيران، بنخلص له الحجوزات بتاعته في مكة والمدينة والمشاعر، وبيطلع من المكان اللي هو فيه وبيتوجه على اداء الحج او العمرة ان شاء الله. في حاجة احنا بنقدمها واعتقد الحمد لله كنا الاوائل فيها ومفيش غيرنا الحمد لله فضل لله في الخليج كله، ان احنا بنقدم رحلة عمرة لطلاب المدارس. احنا بنعمل رحله مختلفه لطلاب المدارس الانترناشونال والناس اللي موجوده في الخليج عموما. موضوع المدارس ده احنا اتجهنا ليه، كان مطلوب مننا كميه اوراق بتتكلم عن الريسك، الطالب ممكن يحصل له اي مشكله في اي وقت، ممكن لا قدر الله ولد يتوه، ممكن لا قدر الله وهو بيحلق الموس ما يكونش نظيف يحصل له اي التهابات، اي ولد ممكن يتعب بنظرا لاختلاف الاجواء وكده، عدوى نظرا لاختلاف الجنسيات ومن كل العالم. فاحنا الحمد لله اسسنا ريسك اسسمنت نقدمه للمدارس، ان احنا حاسبين كل خطوه بنعملها للمدرسه وحاسبين كل حاجه عشان الطالب يروح ويرجع في امان. الحمد لله عملنا مع مدارس كتير، مدرسه الامارات الدوليه في الامارات، دبي جوميرا ودبي ميدوس، وعملنا مع مدرسه تريبتون دبي، وعملنا مع مدرسه السويسريه، وعملنا مع الكرييتيف ساينس، ودي كلها مدارس. وان شاء الله معانا مدرسه اسمها فيكتوريا، ومدرسه ان شاء الله اسمها ليوا، كل دول ان شاء الله هيبقوا من عملائنا الجداد. ان شاء الله نقدر ننفذ الفكره دي في مصر. رحله المدرسه ما بنطلعش فيها على امور، ليه؟ عشان تبقى اهمها الاعتماد على النفس. احنا بيكون معانا مشرف ديني، او احنا اصلا بنبدا نتواصل في المدرسه مع قسم التربيه الاسلاميه في الامارات. الحمد لله ان كل مدرسه فيها قسم تربيه اسلاميه، بنبعت مشرف ديني على درايه كامله بالعمره على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم، بيبدا يشرح لهم العمره. اول ما نوصل ان شاء الله مكه بننزل نوصل على الفندق، يبدا نديهم يعني محاضره عن ازاي احنا نعمل عمره، ايه الاضرار اللي ما ينفعش نعملها واحنا محرمين، ايه الحاجات اللي احنا ما ينفعش نعملها، هنخلص ونعمل ايه، هنعمل ايه هنا، كل حاجه بنعملها نعرفهم. فين الحجر الاسود، هنقول ايه عند الحجر الاسود، واحنا في السعي جبل الصفا وجبل المروه هنعمل ايه هنا، هنعمل ايه هنا. طبعا كل ده بيبقى الطلاب وهم بيلفوا حوالين الكعبه بيكون محاوطهم من كل جانب المشرفين بتوع انوار المدينه، وبيكونوا معاهم لحظه بلحظه وعينيهم على الطلاب كلهم. احنا اول مدرسه طلعنا بيها كانت الامارات الدوليه، كان معانا 98 طالب 10 سنين لحد 18 سنه 16 سنه، اولاد وبنات يعني. الحمد لله بيبقى معانا اشراف كويس جدا، اشراف من المدرسه كمان بيبقى مع الطلاب، بحيث ان يبقى احنا معاهم في كل حاجه، مع الطالب ما يحسش باي حاجه. فحتى الموضوع ان احنا نخلص العمره طبعا بنبقى فيه تقصير للشعر، يبقى ليه مكان، بيبقى لينا مكان مخصص عند برج الساعه مكان اقامه الاولاد، بيخش كل طالب مكان مقفول لأنوار المدينة مخصوص، كل اللي بيشتغلين في المكان لابسين ماسكات، معقمين كل الأجهزة اللي هيشتغلوا بيها، ما ينفعش ولد يحلق بموس مكان ولد تاني، الموس بيتحلق بيه يترمي على طول. احنا في مكة المسافة بالظبط لمدينة الطائف حوالي 150 كيلومتر، بنروح مدينة الطائف هي الترفيه للأولاد والحاجات الممتعة جدا للأولاد، ان احنا بنبدأها بالتلفريك ما بين الجبلين بياخد تقريبا مدته 35 دقيقة، وبعد كده بنتوجه على مربط الفيروز، وبيبدا اليوم كله بان هو قاعد وسط الخيل، قاعد وسط الغزال منطلق. طبعا في اوبن بوفيه
موجود للطلاب وكل المدرسة، وقاعدين وسط الخيل وسط الطبيعة وسط الغزال، كل حاجة موجودة، وخيم بدوي وشاي ويوم ترفيهي كامل. البرامج التانية عندنا كان اسمه فقيه أكواريوم، مدينة مائية فيها عروض دلافين، الأولاد بيلعبوا مع الدولفين، مش دلافين زي أي مكان بيتفرجوا بس، لا بيلعبوا معاه، بيشاركوا في العرض بتاع الدولفين، بيدخلوا مكان بيشوفوا أسماك نادرة جدا، وجبة الغداء على البحر في جدة. عندنا حاجة اسمها مزارات مكة ومزارات المدينة، ده بندخله مكان اسمه معرض الوحي، ده مكان جديد افتتحته السعودية، اتكلم عن السيرة النبوية وعن كل نبي، آدم ونوح وعيسى، وبنعرف الرسول صلى الله عليه وسلم عمل ايه بالظبط، اتولد امتى، توفى امتى، قعد قد ايه يبلغ الرسالة. ما تكونش رحلة عمره بس، يكون الولد طالع مستمتع في كل حاجة. طب انا لو عايز اقدم على الحج اعمل ايه؟ ايه المطلوب مني بالظبط؟ حضرتك بتقدم بالبطاقة بتاعت حضرتك الشخصية، بنقدم حضرتك على سيستم وزارة السياحة المصرية، ننتظر القرعة، بتبقى القرعة في نهاية آخر شهر يناير القادم إن شاء الله. نسبة النجاح لا تتعدى 25%، ولكن إحنا بفضل الله كشركة سان رايز إحنا أكبر تضامن في مصر. يعني إيه أكبر تضامن في مصر؟ النهاردة إحنا بنبقى معانا أكتر من 13 أو 15 شركة متضامنين معانا. متضامنين معانا، ففرصة الفوز معانا إن شاء الله كبيرة جدا. أسعار وزارة السياحة المصرية، وكمان بنعمل عليها خصم لعملاء سان رايز، وفي خصم كمان هيبقى لمتابعين دكتور حاتم. اسعار وزاره السياحه هتبدا من 210 في البرنامج الاقتصادي، و230 اقتصادي، هما مستويين، مستوى التحسين ومستوى الموسم الكامل. سعره الرسمي 210 و230، احنا عاملين عليه خصم كمان، وفي خصم كمان زياده هيبقى لمتابعين دكتور حاتم سيدي. جمهوريه مصر العربيه متوسله في وزاره السياحه المصريه، متوسله في وزاره التضامن المصريه، وزاره في وزاره الداخليه، هم دول الثلاث اماكن اللي منوط بيهم الحج في مصر وقرعه الحج في مصر. النهارده اي مواطن مصري محتاج ان هو يطلع الحج لازم يقدم في ثلاث جهات دول. فهنقول ان نسبه السياحه هي النسبه الاعلى وهي النسبة الأقوى. شركات السياحة بتقدم خدمات مميزة جدا، بالأخص احنا كشركة سان رايز بنقدم خدمة ممتازة جدا، لأن احنا خبرتنا النهاردة في الحج والعمرة 30 عام. احنا كشركات بناخد من حضرتك البطاقة وبنقدم لك عندنا في الشركة، بندفع مبلغ اللي بتحدده وزارة السياحة، وهو للاقتصادي 20,100 وللخمس نجوم 60,100. حضرتك نجحت، حضرتك بتكمل باقي المبلغ. لو حضرتك ما نجحتش، حضرتك النهاردة وزارة السياحة المصرية عشان تضمن حق العميل او المواطن، فهو اللي بيسحبها بنفسه من البنوك المصريه، سواء البنك الاهلي او بنك مصر، بيروح يسحب الفلوس بنفسه. هو النهارده ما نجحش، انا ما اقدرش اتدخل في الفلوس بتاعته تماما، هو بس اللي يقدر يروح يسحبها. ودي شيء جميل جدا عملتها وزاره السياحه المصريه. وزاره السياحه بتدي ضوابط للتضامنات، بتقول للشركات ما ينفعش انت تنفذ شركه لوحدك تطلع الحج، لازم يكون معاك اقل حاجه خمس شركات يتضامنوا معاك في الحج. فاحنا بفضل الله بيبقى معانا اكبر تضامن في مصر. احنا كنا السنه اللي فاتت كنا من اوائل ثلاث شركات في مصر اللي كانوا اكبر تضامن في مصر، لان احنا الشركات النهارده بتقسم الى ثلاث اقسام، شركه سياحه الف، شركه سياحه ب، شركه سياحه ج. احنا الحمد لله بفضل الله ان احنا بقى لنا 30 عام، فاحنا شركه سياحه الف. الف دي يعني بتدي ليك اكبر عدد تقدر تقدم معاك في الحج، هنقدر نكون راس تضامن في الحج. طريقتين ان شاء الله نازلين بيهم السنه دي، بنقدمهم لكل عملاء سان رايز وعملاء دكتور حاتم ومتابعين دكتور حاتم، ان احنا عندنا سعر الحج المباشر بسعر القرعه. النهارده سعر الحج المباشر برقم كبير جدا، النهارده الضوابط بتقول ان سعر التاشيره فقط، سعر التاشيره فقط 5000 دولار، وهيدفعوا دولار مش هيدفعوا جنيه مصري. حضرتك تختار البرنامج، سواء كان برنامج اقتصادي او برنامج خمس نجوم او اربع نجوم، فهنقول ان حضرتك هتختار اقتصادي. النهارده برنامج اقتصادي ممكن يعدي 250,000، فبالتالي يبقى البرنامج هيبقى واصل ل 500,000 جنيه. التأشيرة ب 5000 دولار دي معلنة من وزارة السياحة. 5000 دولار تأشيرة بس؟ تأشيرة فقط، غير أي حاجة، تأشيرة فقط ب 5000 دولار. يعني بتدخل لك قد إيه في الرقم بقى النهائي بالدولار مثلا؟ عشان هنقول مثلا في رينج الاقتصادي يوصل ل 500,000 جنيه. 500,000 جنيه؟ مظبوط يا فندم. أنا النهاردة بقدمه للعملاء عندي ب 350,000 جنيه شامل الطيران. المباشر ب 350,000 بدل 500. 350 مع سان رايز. بتبدا في شهر 6 ان شاء الله الحج، وده طبعا شهر هيكون بدايه الصيف. مده الايام بتبدا من 10 ايام الى 15، وفي 21 يوم حسب المستويات وحسب الـ كل طبعا ما قلت المده ده بيبقى خمس نجوم وفي اي بي. كل ما زادت المده بيبقى البرامج الاقتصاديه اللي هي التحسين او البرامج الموسم الكامل. دكتور حاتم 60 هيبقى ليه خصم على كل العملاء والمتابعين، هيكون هديه فري خالص التذكره الطيران،
يعني مش هيدفع تذكره الطيران. عندنا نوعين زي ما قلنا حضرتك، عندنا حج مباشر وعندنا حج قرعه. فكل عملاء دكتور حاتم ستين اللي هيجوا يخشوا في القرعه المصريه هيكون ليهم تذكره طيران هديه فري، مش هيدفعوا فيها اي حاجه بعد اعلان نتيجه ان شاء الله القرعه المصريه. ان شاء الله اتشرفنا جدا بحضرتك يا دكتور والله سان رايز، وان شاء الله الحج الاول ليا مع حضرتك ان شاء الله، ونكون سوا على عرفات ان شاء الله. في مكة ما احلى المتعة، سنطوف بكعبتي سبعة، ونصلي لله ونسعى، بالعمرة نفذنا شرعا، وبمسجد احمد اشواق، يعرفها قلب قد ذاق، والروضة نادت فاجبنا، المختار لنا ترياق، وبمسجد احمد اشواق، يعرفها قلب قد ذاق، والروضة نادت فاجبنا، المختار لنا ترياق، المختار لنا ترياق. نور المدينة شمس الله فينا، قد قلت ففينا خير المرسلين، خير المرسلين، والطائف يدعو وجداني بزيارة أرض الإيمان، هي رحلة حب وجمال، فيها قد سار العدنان، سنزور معالم الإسلام، لنباهي كل الأيام، فالله به قد شرفنا، بالتاريخ مع الإكرام، سنزور معالم الإسلام، لنباهي كل الأيام، فالله به قد شرفنا، بالتاريخ مع الإكرام، بالتاريخ مع الإكرام. The lights of Medina are shining around us. This for the beauty of our Prophet.